بسم الله وصلاة وسلاما على رسول الله. اليوم الثلاثاء 10/8/2021 تم تحميل 21 طن من لحوم صقوق الأضاحي، وذلك لإيصالها إلى المديريات الآتية: القليوبية 3 طن، شمال سيناء 4 طن، المنيا 4 طن، القاهرة 4 طن، الشرقية 3 طن، الدقالية 3 طن، وذلك تسليمها إلى السادة وكلاء الوزارة. وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 10/8/2021 متجه إلى محافظة الشرقية محمل 3 طن لحوم صقوق الأضاحي. اليوم الموافق 10/8/2021 أنا متوجه إلى مديرية أوقاف القليوبية ب 3 طن،